عرفتوا اليوم شحال في التاريخ؟ 23 شتنبر. عالم الزلازل الهولندي فرانك هوجربيتس يحذر الآن من زلزال أكبر وتسونامي سيحدثان خلال أيام، مشيرا إلى احتمالية وصول النشاط الزلزالي إلى أعلى من 6 أو 7 درجات في تاريخ 19 إلى 21 من سبتمبر. داز 19 و20 و21 و22 واليوم 23 وما وقع والو. عرفتوا علاش ما وقع والو؟ تابعوا معنا هذا الفيديو. أرى حصول انتكاع شامل لشبكات الانترنت عن معظم دول العالم والأسباب تشكل مفاجأة كبيرة، ولذلك أرى أن شبكات الانترنت بالعالم بتواجه خطر الانهيار خلال السنوات القادمة أو المراحل القادمة. تاريخ 21 من ديسمبر الجاري هل سيكون موعدا لنهاية العالم؟ ستشهدون خلال المراحل القادمة أجسام غريبة في العالم مدمرة وقاتلة، وهي تنتقل بسرعة البرق من دولة إلى أخرى. هاد الأيام طبعا كثروا العرافين والدجالين بشكل عجيب وغريب، لدرجة أن بعض التوقعات ديالهم بدات كتصدق، وداك الشيء علاش شهروا ولا البعض كيتيق فيهم بزاف. لكن اللي ما كيعرفوش هاد الناس هو أن هاد العرافين كيخدموا بتقنية كثافة التوقعات، يعني كيتوقعوا بزاف ديال التوقعات باش تصدق واحدة بين 1000 توقع، وبالتالي الناس ما غاديش تبحث على داك الشيء اللي موقع، غادي تمشي مباشرة الفيديو ديال التوقع اللي صدق. فقط هنا كيكون العراف كسب الثقة وكسب شهرة كبيرة عند عامة الناس. بينما إلا جينا نشوفوا التنبؤات ديالهم غادي نلقاو 99.99% ديال التوقعات ما كتصدق، لأن تنبؤاتهم ما كتستند لا على علم ولا على دين، فقط توقعات لأحداث يمكن أن تقع أو لا تقع. مثلا ممكن أنا غدا نخرج ونقول أن الحكومة ستفشل، وأن قانون الإثراء غير المشروع غادي يصادقوا عليه، وأن المازوت غادي يوصل لستة دراهم، وبعدها ممكن يخرج حزب من التحالف الحكومي ويصدق التنبؤ ديالي، وكل شيء غادي ينشر التنبؤ ديالي اللي قلت، وكاين اللي غادي كاع يبقى يطبل على القدرة اللي عندي، في حين أن الناس غتنسى أنني قلت أن المازوت غادي يولي بستة دراهم، وأن قانون الإثراء غير المشروع ستتم المصادقة عليه. نعطيكم مثال آخر، العرافة ليلى عبد اللطيف توقعت وصول المنتخب المغربي لنصف النهائي. في دولة عربية توصل إلى نصف النهائي في المونديال كأس العالم 2022. وفعلا المنتخب وصل لنصف النهائي. توقعت أيضا وقوع زلزال في المغرب. تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع. وفعلا وقع زلزال في المغرب، لكن في المقابل توقعت سقوط سياسيين فاسدين ومحاسبتهم، وسنرى أسماء وشخصيات مغربية كبيرة بعيدة عن الواجهة السياسية، وبعض هذه الشخصيات ستكون وراء القبان رجع. وما قعوالو، رغم أننا هنا تمنيت تقلب ويتعكس المثل اللي كيقول كذب المنجمون ولو صدقوا، هنا بغينا المنجم يصدق التوقع ديالهم ويسقطوا الفاسدين ومثلنا نشوفهم. ولكن نرجع وكنقول اللي قلت في بداية الفيديو على أنه كثروا الدجالين وكثروا المشعوذين وكثروا العرافين وكثر ياسر من الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم هي الخطاب اللي خاصه يتنشر هو خطاب ديال الطمأنة. في الحقيقة نحن اليوم هي أمام واقع لا يرتفع، أمام واقع هما اللي ما نقدروا نزوقوه ولا نقدروا نديروا له الماكياج ولا نقدروا نديروا له حتى شي حاجة. واقع حقيقي، الزلزال عرانا، الزلزال كارثة من عند الله تبارك وتعالى، ونحن نرضى بالقدر، ولكنه ايضا راه عرى بزاف ديال الحوايج. وحنا كنتمناو كيقولوا لنا على انه غادي يحدث زلزال سياسي في المغرب وغادي يمشوا بزاف ديال الفاسدين للحبس، ان هاد التوقعات في الحقيقه بغيناها توقع. لماذا؟ لانه اليوم هي باش نتكلموا بصراحه ونتكلموا بكل مصداقيه وبعيدا عن لغه الخشب، كنقولوا على انه اليوم هي محتاجين في المغرب، ونقولها بالدارجه، محتاجين للمغرب في المغرب انت يكون كارطه، محتاجين نشوفوا واقعنا في المرآة حقيقة بلا ماكياج بلا حتى شي حاجة، لأنه واقع مؤلم حقيقة. اليوم مع هذا الزلزال رافقنا واكتشفنا على أنه كاين واحد الجزء من المغرب راه منسي في السياسات الحكومية ومنسي في بزاف ديال الحوايج، واليوم حنا قدامه، وإلا بغينا نواجهوا روسنا ونصادقوها فعلا ونتجاوزوا هذه الأزمة هذه ونتغلبوا عليها، راه نتغلبوا عليها في الحقيقة بأننا نبنوا الثقة ديالنا مع الناس ونبنوا الثقة ديالنا مع نفوسنا
ونعتمد فعلا على رجالات ونساء الدولة الحقيقيين. اليوم تيلا شتو الخريطة السياسية اللي قدامنا كاملة راه لا تبشر بالخير، ولا شتو الواقع السياسي والمشهد السياسي، كنقولها لكم بكل جرأة وبكل تواضع، راه مشهد بائس جدا ومشهد لا يدعو إلى السرور ولا يدعو حتى إلى التفاؤل في المستقبل. اليوم الله يجازيكم بخير، جزء كبير من المسؤولية راه كنتحملوها كاملين، وما كنرموا الورود على حد وما كنتهموا حد، ولكن كنتهموا أنفسنا كسياسيين، كنتهموا نفوسنا كنخب سياسيه، كنتهموا نفوسنا كخطط استراتيجيه درناها في مجموعه من الحوايج. الى رجعتوا لليوماتيه عندنا اشكال حقيقي توضع لنا في هذا الزلزال، وهو اشكال لا يرتفع. بغينا نوصلوا الناس، بغات توصل المساعدات، الحكومه الدوله بغات توصل المساعدات، الجيش بغى يوصل المساعدات، ولكن اصطدم بواقع محزن وهو صعوبه ووعوره المسالك ديال الطرقات. اليوماتيه هاد المسالك ديال الطرقات خاصنا نتغلبوا عليها. باش غادي نتغلبوا عليها؟ نتغلبوا عليها الى حاسبنا روسنا، والى رجعنا اليوماتيه اللور ورجعنا لبزاف ديال الاموال التي تصرفت في مجموعه من الصناديق.